اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 24 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بمصر. يأتي التدريب في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 24 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، والذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية. تضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ للمهام المشتركة، ونفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدداً من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل. فضلاً عن التدريب على تنفيذ طلعات التزويد بالوقود في الجو، كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق الأهرامات، أبرز الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين. وأظهر التدريب المستوى المتميز والاحترافي الذي وصل إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين في تنفيذ العمليات الجوية المشتركة بكفاءة واقتضاء. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات الجوية المصرية والفرنسية والملحق العسكري الفرنسي ووفد من ممثلي السفارة الفرنسية.